مشاهدينا أهلا بكم وحلقة جديدة من كاميرا العقارية. احنا معاكم النهاردة من فعاليات مؤتمر بناء مصر، هنقدم لكم تغطية خاصة، تابعونا. مجلس الإدارة حضرتك بيبص على ثلاث حاجات عشان أجيب لحضرتك من الآخر، ولو عدت من مجلس الإدارة يعني آخر مرة حضرتك آخر مطور مجلس الإدارة وافق يوم السبت، ما كانش مصدق نفسه يوم الأربع كان طالع مهندس بجي بي اس وجي اي اس بيسلموا الأرض، مناش أي مشاكل. بنبص في مجلس الإدارة على ثلاث حاجات، أول حاجة الملاءة المالية والخبرة السابقة، يعني حضرتك مين؟ حضرتك واخد الأرض وبعدين هتلف على البنوك تدور على تمويل عشان تبتقول بقى والله انا محتاج 200 مليون ولا 400 مليون جنيه، طبعا اكتر حقيقة 197 فدان بتوع غرب الانطرة دول البنية الاساسية بتاعتهم داخلة في 800 مليون جنيه، هتروح تدور على 800 مليون جنيه عشان خاطر تعمل البنية الاساسية، ولا انت عندك الملاءة المالية وانت جاي جاهز وفاهم؟ فبنبص على الملاءة المالية والخبرة السابقة، انت خبرتك السابقة في الترويج ايه؟ يعني هتاخد الارض دي هتقدر تعمل عليها مشاريع، تقدر تستقطب ناس تعمل عليها مشاريع ولا؟ تاني حاجة بينظر اليها مجلس الادارة قضية المراحل، مراحل التنفيذ او الفيزي، يعني مرة من المرات حد تقدم لنا حضرتك طالب مليون متر، اكتشفنا ان خطته في اول خمس سنين مش في اول سنة، اول خمس سنين 200,000 متر، احنا كمجلس ادارة ما احناش في الحالة النفسية بتاع ان احنا ندي الارض لحد يحجزها، فلا، فاحنا بنحاول نبص مراحل التنفيذ عندك متوائمة مع المساحة اللي انت طالبها، ولا حضرتك طالب مساحة كبيرة جدا وناظر الى ان المنطقة دي جايز مستقبليا يبقى قطع الارض. ثالث حاجة بيبص اليها مجلس الادارة حضرتك هي الدراسة البيئية الاجتماعية Environmental Social Impact Assessment Study، ودي بالغالبية كلكم هتعدوا منها لان دي مهمه بالنسبه لي جدا في مصنع الرخام، مهمه بالنسبه لي جدا في مجمع البتروكيماويات، مهمه بالنسبه لي جدا في وسط تكليف البترول، لكن لما حضرتك بتتكلم على مجتمع عمراني او بتتكلم على مدينه دواء او بتتكلم على مدينه لصناعات خفيفه ومتوسطه، بالغالبيه الدراسه البيئيه دي ما هياش صعبه ومش هينتج عنها حاجه تعمل قلق عند عند مجلس الاداره. فأنا بدعو حضرتك إنه أي حد له رغبة، تمام؟ حضرتك يبعت للتشيرمان، بلاش درويش بقى، درويش ده بتاعي الشخصي، إنما التشيرمان ده بيبقى بيحصل له بروسيس. نفس الإيميل ده بس يكتب تشيرمان، لأنه التيم عندي بيبروسيس حاجات بتاع التشيرمان وهيرد عليك حضر، هنخصص لحضرتك أكاونت مانجر يقعد مع حضرتك لغاية ما حضرتك تبقى سعيد بقطعة الأرض اللي إحنا هنخصصها لك. طبعا بالنسبه للعاصمه الاداريه، طبعا النهارده زي ما حكيتوا قلنا الحي الحكومي النهارده الشركات بتنفذ بتيجي تنفذ فيه، كل الشركات كلها شركات محليه، احنا بنبتدي ان شاء الله بحوالي 18 وزاره ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وان شاء الله يعني هتلاقوا هذه المباني قريبا جدا على الارض زي بقيه المشروعات. المعدات التنفيذ في العاصمه الاداريه يعني شغاله بمعدل عالي جدا، فيعني الحمد لله الحي الحكومي ان شاء الله هيبتدي من 18 شهر ان شاء الله هتبقى المباني خلصانه ان شاء الله. لا العاصمه الاداريه ده مشروع قومي، مشروع بلد كلها بنتكلم فيه 170,000 فدان، فده مشروع ما اقدرش اقول امتى يخلص، احنا بنتكلم على مراحل كل مرحله تبدا خلاص.
احنا ان شاء الله فتحنا فني، وان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى في فتح مالي ان شاء الله للمظاريف للشركات اللي تقدمت، واعتقد انها يعني ان شاء الله هتبقى يعني هنعلنها في حين. فعلا يا فندم حضرتك حاطين تقدير مبدئي للسعر ده؟ اكيد طبعا. لا مش ما يقدرش يقول ده تقدير مظاريف دي مناقصه. لا ما فتحش مظاريف، دي بتبقى مظاريف مغلقه بتفتح في ساعه الفتح المالي، فما عندناش ارقام يعني. عدد الذين تقدموا احنا تقدم لنا 16 شركه تقدمت بالعروض الفنيه والماليه ليها، ولسه دلوقتي فني، وان شاء الله الاسبوع القادم هنفتح المالي ان شاء الله. 25% يا فندم اللي الرئيس قالها في مجلس الاستثمار انها تكون تخفيف الاراضي، هتطبق على السعر؟ مطبقه طبعا يا فندم، محطوطه ان شاء الله على السعر التقديري ولا على السعر محطوطه في السعر التقديري؟ السعر النهائي، السعر النهائي ده سعر يعني ده سعر كل واحد بيحط السعر بتاعه، لكن احنا السعر التقديري هو ده اللي سعر في ايدينا. نعم كل واحد بيدرس بيحط حساباته. السعر مقارنه بالمدن؟ لا دي خلي بالك حضرتك، دي من ده مشروع استثماري، عايز مشروع استثماري احنا نجيب اعلى عائد للدوله فيه، وبالتالي كل شركه النهارده احنا العاصمه الاداريه احنا كنا هادفين، ويمكن في الشروط انها تبقى شركه قائمه، شركه عندها دراسات، عندها تقدر تدرس وعارفه حساباتها وعارفه الارض عامله ازاي، تكلفه الارض وتكلفه المشروعات، لان هو ده اللي هيقوم في العاصمه في المرحله الاولى. هل الشركه الصينيه ليها دور في الحي الحكومي كمقاول؟ لا الشركه الصينيه حاليا يعني تم بالنسبه للحي الحكومي ما فيش تفاوض معاها دلوقتي حاليا. طب بالنسبه للقرض اللي كانت الصين هتقدمه للمشروع يا فندم 3 مليار دولار ده موقفه ايه؟ يعني لسه احنا في شركه صينيه بنتفاوض معاها على حاجات اخرى، فلسه يعني بنشوف هنقدر نستفيد دي ولا لا. لكن لا هي من الحكومه الصينيه، بس من خلال الشركه الصينيه اللي احنا بنتفاوض معاها على الحي الحكومي، ولكن لسه بنبحث اوجه لو ممكن نستفيد هذا القرض او لا يعني في الفتره الحاليه. العائدات الماليه اللي هيتم الحصول عليها من ال 1500 فدان هيتم تمويل الحي الحكومي بيها؟ كل حضرتك العادات دي زي ما قلنا العاصمه الاداريه من اول يوم فكرتها انها منطقه هتحمل نفسها، كل اي دخل ليها دي احنا في الاخر شركه دوله في الاخر، يعني احنا في الاخر هي شركه دوله، وبالتالي احنا نقدرش. نعم. لا الحمد لله يمكن النهارده معدات التنفيذ يعني حضرتك لو شفتوا الحمد لله يعني بالعكس احنا ضغطنا كمان معدات التنفيذ وطرحنا مناطق جديده وفتحنا مناطق لسه ما كانتش مفتوحه انها ان احنا نقدر نضغط شويه في التنفيذ. احنا يعني متوقعين ان شاء الله الحي السكن اللي احنا شغالين فيه على نص شهر 4 ان شاء الله، لان احنا متفقين ان احنا مش هنطرح هذه الوحدات الا لما يتم الانتهاء من التشطيبات، لان احنا عايزين المواطن يبتدي يحس يروح هناك ويشوف شكل العماره وشكل الحاجات دي كلها. قيمه التقديريه وحدات العاصمه اللي طرحت في العاصمه دي قيمه التقديريه حضرتك؟ لا ما دي الطرح ده كله كنا بنتكلم في حوالي استثمار 12 مليار جنيه، لو الاراضي كلها الارض كلها دخلت كان تكلفتها من 12 ل 14 فدان. اه بالظبط. بالنسبه للسعر حضرتك احنا في المنطقه الاقتصاديه عملنا واجب على قدر معلوماتي البسيطه المتواضعه عمره ما اتعمل قبل كده في مصر. احنا حضرتك جبنا ثلاث شركات لها باع وخبره سابقه جامده جدا في تسعير الاراضي على مستوى مصر وبعضهم مستوى الاقليمي، نبتدينا ب 60 شركه مسجلين في البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه. في الجوله الاولى من النظر لسابقه الخبره نزلوا 18 او 19، في الجوله الثانيه نزلوا 8، عملنا مناقصه بينهم بقى دي لان ده بيقدم لي ساعه، عملنا مناقصه واخترنا ثلاث شركات. ثلاث شركات حضرتك اشتغلت بمعزل عن بعضها البعض باستقلاليه. بناء على 29 بارامتر مختلف، انت بعيد عن الميناء قد ايه ولا قريب من الميناء، انت جنب الشارع بعيد عن الشارع، الارض ممهده مش ممهده، الارض فيها مرافق ولا ما فيهاش مرافق، واصبح عندي حضرتك خريطه سعريه لل 461 كيلو، حضرتك تخش بالماوس تمام، احنا لسه ما فتحناهاش على الويب بس موجوده عندي، تخش بالماوس يقول لك متر الارض هنا حق الانتفاع بتاعه كام. اللي بيقول لنا ان الواجب ده اتعمل بشكل جيد ان العلاقه ما بين ارخص سعر طلعت بيه شركه واغلى سعر طلعت بيه شركه في معظم الاحيان كان ما بين 12 ل 14 سنت، فما بنتكلمش على ان هم ايه بقى في واحد شاطط وفي طب الاوتلايرز بقى اسيبه بره، احنا بنشتغل على الافريج بتاع الثلاث اسعار. الاراضي في المنطقه تتراوح ما بين دولار الى 3 دولار المتر في السنة كحق انتفاع، يعتمد على حضرتك هتحط ايدك على الخريطة فين. فالتسعير شغال. حضرتك كان غير التسعير هيك قلت البرنامج الزمني حضرتك اللي بتقدمهولي، واهم حاجة في الموضوع انه البرنامج الزمني ده يبقى مقنع لمجلس الإدارة، يعني لما بيجي حد بتاع مجمع بتروكيماويات يقول والله ده انا حامل محطة كهرباء مخصوص لمجمع بتروكيماويات ده، وانا بعمل مش عارف ايه، فانا مجمع البتروكيماويات ده هياخد 3 سنين بيني او ماسك التكليف البترول دي هتاخد 3 سنين، ده مقنع ان واحد يقول لي انا هاخد 3 سنين. لما حضرتك كمطور صناعي بتقول لي انا هاخد 4 مليون متر وانا
معتقد ان انا اقدر كل سنه اطور 800,000 فهخلص 4 مليون متر في 5 سنين. شكلها مقنعه يعني، غير انه فكره ان واحد هياخد 4 مليون متر ويقول والله هيخلصهم في 20 سنه يعني. فانا عايز اقول ايه، البروبوزال بتاعك بيتعرض على لجنه الاستثمار، ودي لجنه منبثقه من مجلس الاداره وفيها متخصصين، وبعدين بيتعرض على مجلس الاداره. انا معتقد انه اي حد من اللي موجودين بالخبره الكبيره اللي موجوده عندهم is capable ان هو يكتب proposal that is a sound proposal يعني منطقي وعقلاني ونستطيع، بدليل ان احنا عملنا اكتر من عقد، مش ان احنا يعني مجلس الاداره على فكره للعلم الشيء عدده 9، 4 يمثلون الحكومه المصريه و5 من ذوي الخبره. اوكي، الخمسه اللي من ذوي الخبره دكتور خالد سري صياح كان رئيس هيئه الرقابه الماليه، فانا محتاج حد يكون ريجيلاتوري، استاذه اليمين الطهري انفستمنت بانكر، مهندس اشرف موسى صبري مؤسس شركه فوري، دكتور احمد فكري عبد الوهاب رجل صناعه يعني وفاهم شغله كويس قوي، اشرف نجم التريجر بتاع بنك سايد. فاحنا عندنا جود كولكشن ناس يعني، انا عندي مجلس اداره مش سهل يعني، يعني ما بيفوتوليش عشان بس نبقى واضحين يعني. ايه مبرر التسعير بالدولار يا فندم؟ ما مبرر التسعير بالدولار؟ انا حضرتك من اوائل الحاجات اللي عملتها لما بقيت رئيس هيئه، ان احنا عملنا دراسه صغيره كده قبل الدراسه الكبيره بقى اللي انا اتكلمت عليها بتاع 17 منطقه على 12 منطقه. كنا بنقارن موقفنا بال 12 منطقه التانيين من حيث عدد ايام تاسيس الشركات مش عارف ايه الاسعار، وجدنا ان احنا الكومبيتيتنس بتاعنا عالي جدا. حضرتك كمستثمر بتروح تستثمر في اي مكان في العالم بتتعامل بالعمله الحره، يعني بمعنى اخر لو هو المستثمر اللي جاي لي ده رايح دبي او رايح طنجه في المغرب بيدفع بعمله حره. انا حضرتك باخد قروض، انا الدخل بتاعي من الدوله المصريه صفر، مش صفر لانه الحكومه فعلا عندها عجز موازنه وعندها مشاكل لكن بنص القانون يعني قانون انشاء المنطقه الاقتصاديه تتكون موارد الهيئه من في المعتاد كده اي هيئه في مصر بل وعطب كده واحده من مثلا الخدمات التي تقدمها اللي مش عارف ايه يجي كده من 7 ما تخصصها الحكومه الموارد، لا دي مش موجوده عندي يعني، حتى لو الحكومه عايز تدفع لي فلوس صفر. فانا حضرتك لما باخد قرض وابني محطه تحليه ميه، القرض ده بالدولار، انا هفوت الم فلوسي بالجنيه المصري وبعدين ادور اجيب الدولار منين؟ فانا بعت خطاب للسيد محافظ البنك المركزي قلت له بص انا، لان هو المنظم لي، انا عايز اتعامل بالعمله الاجنبيه داخل المنطقه الاقتصاديه، وهو بعد موافقه للعقد شريعه التعاقدين. فاحنا بنتعامل حضرتك زينا زي اي منطقه اقتصاديه دوليه في اي مكان حضرتك هتروحه، في السعوديه، في الامارات، الاردن، في المغرب، في سنغافوره، في روتردام، احنا التعاملات عندنا بالعمله الاجنبيه. لسه ما انتقلناش الى ان اليوتيليتيز تبقى بالعمله الاجنبيه، انما بالغالبيه هنعمل مرحله انتقاليه هادئه جدا بيننا وبين المستثمرين ونتفق على ايه اللي هيحصل، الجديد جاي بالعمله الاجنبيه، القديم كيف ينتقل، انما مش متعارف عليه ان انا كمنطقه اقتصاديه اتعامل بالجنيه المصري. مكافئ الدولار ولا الدولار؟ لا الدولار يا فندم، مش مكافئ الدولار. هيمثل ضغط على الدولار للمحليين يا فندم؟ هيمثل ضغط على الدولار للمحليين؟ لا مش المفروض يا فندم. ليه؟ لان المستثمر اللي جاي عندي باستثناء يعني حته العقار خليها على جنب، المستثمر اللي جاي عندي حضرتك بيشتغل بالنموذج بتاع 70-30 أو 80-20، 70 أو 80% من المنتج بتاعه مخصص للتصدير و20% من المنتج بتاعه مخصص للسوق المحلي. لو ما اشتغلش على النموذج ده المستثمر ده، انا بقول لحضرتك كراجل كان عندي مكتب استشاري وبشتغل في كاش فلو اناليسيس، اتس هايلي لايكلي النموذج بتاعه ينهار. خليني بس العقار على جنب، ممكن العقار نتعامل معه بشكل مختلف. المطور الصناعي العام برضه زي العقار؟ لا يا فندم، المطور الصناعي حضرتك بيستقطب شخص الانكم بتاعه بالدولار. طب انا اقول لحضرتك حاجه، انا عندي احصائيه 2016 شركة الفايبر جلاس اللي موجودة في المنطقة الاقتصادية 100% من إنتاجها كان للتصدير، صفر سوق محلي. كويس؟ فأنا لما أنا بشتغل على 70-30 أو 80-20 عندي ما يكفي من الموارد بالعملة الأجنبية اللي تخليني أجيب مستلزمات الإنتاج بتاعي أستوردها، تمام؟
ابعت للشركه الام الديفيدنس بتاعتها واخلص كل اللي انا محتاجه بالعمله الاجنبيه، وعندي 20 الى 30% ببيعهم في السوق المحلي بيدوني جنيه مصري. ممكن هو يكون بيدفع لموظفينه وعماله بالجنيه المصري يعمل اللي هو عايزه، فشويه من الاوبكس بتاعه هتبقى بالجنيه المصري. ده النموذج الناجح عندنا. نفس الشيء حضرتك بالنسبه للمطور الصناعي، المطور الصناعي حضرتك بيأجر لشخص، الشخص ده النموذج بتاعه 70 30. زي ما بقول خلينا نفصل ما بين الصناعه والتجاره تمام والعقار. العقار بالغالبيه ما عنديش مشكله ان احنا نروح بقى المجلس الاداره ونقول والله خدوا بالكم ان بالغالبيه اللي هيسكنوا في المنطقه دي ولاد مصر اللي بيشتغلوا في المنطقه دي، بالغالبيه المستثمر او المصنع بيدفع لهم اجورهم بالمصري ما بيدفع لهمش اجورهم بالدولار. فانا مش عايز بس اعمم المطور الصناعي وما يحدث مع المستثمرين على العقار. زي ما قلت انا جاي منفتح بقول انه نحط ايدنا في ايدين بعض ونشوف الحته بتاع العقار دي تنجح ازاي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للمنطقه الروسيه احنا بدانا التفاوض منذ شهور. كان الجانب الروسي عنده 23 تساؤل مختلف. في الجولة الأولى احنا أجبنا وأنهينا 20 منهم، تبقى 3 تساؤلات. أثناء زيارة نائب احنا رحنا مرتين موسكو، فريق العمل من طرفي ذهب إلى موسكو مرتين وهم زارونا في القاهرة مرتين. أثناء الزيارة الأخيرة لنائب وزير التجارة الروسي أنهينا نقطتين من 3. الجانب الروسي مفضل أنها تكون اتفاقية بين دولتين وليس عقد. كونها اتفاقية هذا يعني أنها ستحتاج إلى إقرار من البرلمان. الجانب الروسي أيضا له رغبة أنه هو بشكل ما يراقب يعني ما يحدث في مناقشات بشأن قانون الاستثمار، لأنه ده قد يؤثر بشكل جيد على النموذج المالي في حالة ما إذا أقر بعض الوسائل لتخفيض قيمة الضريبة، لأنه قانون الاستثمار فيه مقترح إحنا لا ندري إذا كان سيتم الوافقة عليه ولا لأ، بأنه يتم استرداد جزء من رأس المال بدلا من سداد ضريبة حوالي مثلا 30-40% أي كان على عدد من السنوات من 5 إلى 7 سنوات. ده مؤكد هيأثر على النموذج المالي جدا. حجم الاستثمارات المتوقعة فندم من الروسيين في المنطقة وانت البدء حضرتك؟ لا بص، البدء حضرتك هيتم بمجرد موافقه يعني. لا البدء يتم بمجرد موافقه على الاتفاق. انا ما اقدرش حضرتك لو حضرتك بتتكلمي على عقد زي العقود اللي احنا بنعملها مع المطورين الصناعيين اقدر اديكي توقيتات، لانه بنتكلم على حاجه تدخل في اطار عمل مجلس الاداره، فنستطيع ان احنا نقول احنا مجلس اداره عندنا، لكن انا ما اقدرش اتحشر في شغل البرلمان. فلما الاتفاقيه دي تحال الى البرلمان، البرلمان ياخد وقته في مناقشتها، يرى ما هو مفيد لمصلحه مصر ويتم مناقشتها بهدوء داخل البرلمان ويتم الوفقات. لا المستثمرات حضرتك المتوقعة احنا بنتكلم على استثمارات في اطار الصناعات المتوسطة والخفيفة. احنا نعلم ان يعني احنا في هنا يعني نقول ايه فوز للجهتين، جهتين كسبانين من هذه المنطقة. الشركات الروسية محتاجة هذا المنفذ على البحر المتوسط، محتاجة انها محتاجة منفذ برضو من خلال قناة السويس تستطيع أن تنفذ به إلى الدول الأفريقية والاتفاقات التجارة اللي مع الدول الأفريقية اللي أنا تحدثت عنها منذ لحظات داخل المؤتمر. في ذات الوقت إحنا محتاجين الحقيقة أنه نستقطب بعض أنواع الاستثمارات زي الاستثمارات في الصناعات الهندسية وصناعات الجرارات وصناعات سيارات النقل وغيرها من الصناعات اللي المجموعات الروسية لها شهرة فيها وبنولد فرص عمل. فالحديث عن أرقام الاستثمارات دلوقتي أي حديث هنقوله هيبقى حديث تقريبي ما بيخليش الرقم دقيق بالشكل اللي احنا نطمح إليه. هذه طيب هجاوب على ده حضرتك. الاستثمارات اللي قد تنشأ عن ال 23 مليون متر اللي احنا وقعناهم حضرتك بتقدر بحوالي 20-22 مليار دولار، بس هذا الرقم الحقيقة أخشى أننا على شاشات التلفزيون يحصل مونتاج أو في الصحف ونتكلم على 22 مليار وإحنا الحقيقة 22 مليار دول على مسافة مثلا 5 أو 6 سنوات قادمة، لأنه ما بتكلم على مصف التكرير بترول دي هتتبني في 3 سنين، مجمع البتروكيماويات ده هاخد 5-6 سنين.
نقاول من المقاولين الجبارين اللي في السوق وعليه مهام شديده الايام دي، مشروعات قوميه وغيره. فبعد اذنكم بقى هو يدير الجلسه واحنا علينا ان احنا يعني نتجاوب معاه في المناقشه. انا بعتذر اولا بس للتاخير الحقيقه. طبعا الجلسه دي جلسه جايه في توقيت بالنسبه للنشاط عندنا، نشاط المقاولات جايه طبعا وقت حرج جدا جدا زي ما قال حتى احد الزملاء، انقطاع يعني يمكن عدى بازمه سنه 2003. الازمه المره دي طبعا يعني اضعاف الازمه بتاعه 2003. يمكن الميزه المره دي ان احنا شايفين ان احنا لو عدينا دي ان احنا هنبقى جزء من المنظومه العالميه. تبقى الاسعار اللي احنا بننافس بيها، يعني دايما اقول يعني الواحد التاكسي اللي انت بتركبه هنا بتدفع فيه 20 جنيه، انت بتدفع فيه في اي بلد في العالم 20 دولار و20 استرليني 20 يورو. اللي هنا لا سواء التاكسي مبسوط ولا العربيه اللي انت قاعد مبسوط ولا الشارع مبسوط كويس ولا فكل ده هينعكس اكيد. بس السكه صعبه شويه، يعني السكه هتاخد لها سنتين ثلاثه عشان يبقى احنا بنبيع خدماتنا ومنتجاتنا بالاسعار العالميه داخليا وخارجيا. لكن زي ما بيقولوا العبره بال يعني بالسكه بس ازاي احنا هنعديها دي بقى يعني اعتقد هو العنوان بتاع الجلسه بتاعتنا النهارده. فهوجه يعني طبعا وهنتكلم برضو لو تسمحوا لنا في موضوع تصدير المقاولات اللي احنا الموضوع اللي احنا يعني في مؤتمر بنات مصر الثالث، اول مؤتمر اللي كان في انتر كونتيننتال سيتي ستارز واحنا كنا بننادي بموضوع تصدير المقاولات، فده هنخليها برضو احد المواضيع اللي احنا هنناقشها المره دي. اوجه سؤالي للمهندس احمد عفيفي، قول لنا يا باشمهندس كده بقى من غير بقى يعني انت عاملين ايه؟ انت راجل ديفلوبر واساسا مقاول، وانت اللي بتشغل كميه مقاولين عندك يعني من اكبر الناس اللي بتشغلوا مقاولين فرعكم طبعا في الرحاب ومدينتي والكلام ده. انتوا ازاي انت هندلت ازمه 2003 وفي الازمه دي؟ احكي لنا يعني ايه اللي عملتوه في 2003 وايه اللي ناويين تعملوه المره دي؟ مشاهدينا كنا معكم من فعاليات مؤتمر بناء مصر، قدمنا لكم تغطية خاصة ولقاءات مهمة، وبكده حلقتنا خلصت. انتظرونا في حلقة جديدة.